هذا الرجل كان يطلب البيتزا لمدة 10 سنوات، وبعدها لاحظ العامل أن هناك شيء غريب. لو كنت تظن أن العالم أصبح مكانا سيئا ولم يعد به أي شخص طيب، فنحن هنا اليوم من خلال هذا الفيديو سوف نحاول أن نعيد بداخلك الثقة والإيمان في أن البشر لا يزالون طيبون. هل أنت مستعد لمشاهدة هذه المواقف الرائعة؟ هيا بنا نبدأ. أولاً، الزبون المعتاد. أصبح هذا الرجل زبوناً معتاداً لدى مطعم دومينوز بيتزا، حيث أنه لمدة حوالي 7 سنوات ظل يطلب منهم وجبة البيتزا كل يوم باستمرار، وهذا ما جعله يصبح عضواً من فريق العمل في هذا المطعم. ولكن في يوم من الأيام لاحظوا أنه غاب عنهم ولم يطلب البيتزا لفترة، حتى أن هذه المدة وصلت إلى 2 أسبوع، بينما أنه كان معتاد على طلب البيتزا يومياً. ولهذا قررت إدارة المطعم أن ترسل له هذه الفتاة دون أن يكون بحوزتها أي من وجبات البيتزا، ولكن بهدف الاطمئنان عليه فقط. وحينما وصلت وجدت الأنوار مضيئة، ولكنه لم يفتح الباب ولم يرد على الهاتف. وفي هذا الوقت أدركت أنه يوجد شيء غريب في الداخل، ولهذا استعانت بالطوارئ. وحينما اقتحموا المنزل وجدوه ملقاً على الأرض، ولولا تقديم المساعدة الطبية له في هذا الوقت لكان قد مات. ثانياً، التقاعد السعيد. يبلغ هذا الرجل من العمر 70 سنة، وكان يعمل طوال حياته، ونتيجة للعمل طوال هذه المدة لم يتمكن من البقاء في المنزل دون عمل. وقال إنه كان يعمل مع البنائين، ولكنه تعرض لحادث جعله يتوقف عن العمل معهم. كما أنه كان يعمل حتى في أيام العطل ظنا منه أن الرزق فيها يكون أكثر. وفي يوم من الأيام كان يعمل بائع الآيس كريم، وكان يبكي بشدة نتيجة لأنه لم يشتري منه أي شخص. وفي النهاية تمكن هذا الرجل من شراء منتجاته بالكامل، لما جعل هذا الرجل المسن يشعر بفرح شديد، لأنه سينال قسطا من الراحة لم يتمكن من نيله منذ فترة طويلة. ثالثا، هدية من الوالد. نتيجة لأن هذا الوالد يسافر بعيدا في عمله، أعطى إلى طفلته هدية عبارة عن دمية عليها صورته وبها تسجيل صوتي له. وعشقت الطفلة هذه الهدية لدرجة أنها لم تستطع النوم إلا بعد سماع الرسالة الصوتية كل يوم. وفي يوم من الأيام اضطرت الطفلة إلى السفر مع والدتها بالطائرة إلى مدينة أخرى، وللأسف فقدت لعبتها في هذا الوقت. وفي نفس الوقت قامت الأم بنشر صورة اللعبة على فيسبوك، وتمكنت إحدى العاملات في المطار من اكتشاف اللعبة من جديد وإعادتها للطفلة، وتم تسجيل هذه اللحظة بالفيديو في مشهد رائع جدا. رابعا، حياة جديدة. من المعروف أن القضاء من الممكن أن يكون غير عادل، ويتسبب في الحكم على أشخاص أبرياء بأحكام صعبة للغاية، مثل ما حدث مع هذا الرجل، حيث تعرض للحبس لمدة 25 سنة نتيجة اتهامه بارتكاب عملية قتل لم يقم بها. ولكن الأمور اختلفت في عام 2014، حيث تمكن القضاة من اكتشاف دليل جديد يؤكد براءة هذا الرجل. وحينما خرج من السجن بعد هذه المدة لم يكن لديه أي فرصة للعمل أو أي مكان يعيش به، ولهذا انتشرت قصته، وتمكن أكثر من 600 شخص من 14 دولة من التبرع بمبالغ مالية له حتى يتمكنوا من مساعدته، حيث وصل المبلغ الذي تمكنوا من جمعه إلى أكثر من 30,000 دولار. خامساً، العطف. في يوم من الأيام تعرضت هذه السيدة وعائلتها لموقف صعب للغاية وهي على الطريق، حيث أن سيارتها نفذ منها الوقود ولم يكن معها سوى مبلغ ضئيل جدا، بينما كانت الدنيا تمطر بغزارة. لحسن الحظ أن هذا الرجل كان يمر من جنبهم ولاحظهما، ولهذا قام بإرسال عائلته إلى المنزل وعاد أدراجه حتى يساعدهم. ساعدها حتى امتلأت السيارة بالوقود، وأعطاها كل الأموال التي كانت معه في هذا الوقت. وفيما بعد تعرضت والدة هذا الشاب للإصابة بالشلل الرعاش، والأمر المدهش أن هذه السيدة التي ساعدها هذا الشاب قديما كانت هي الممرضة التي كانت تعالج والدته. وفيما بعد أرادت الأم أن تجعل عائلتها تتعرف على هذه الفتاة،
وبالصدفة أدرك الشاب أن هذه الفتاة هي من ساعدها قديما، ولسوء الحظ توفت الأم فيما بعد، وظلت العلاقة قوية بين العائلتين لاحقا. سادسا، الاهتمام بالمارة. في يوم من الأيام كان هذا الرجل يركب السيارة مع ابنه، وتعرض إلى أزمة قلبية ولم يتمكن ابنه من تقديم المساعدة له، لكن ولحسن الحظ أن أحد المارة لاحظ هذا الشيء وركض مسرعا وتمكن من إعادة إنعاش قلب الرجل من جديد، واتضح أنه كان يعمل منقذا للأشخاص، ولولا تدخله في هذا الموقف لكان لم يتمكن الرجل من النجاة. سابعا، رقم خاطئ. في يوم من الأيام كانت تحاول هذه الفتاة الاتصال مع صديق ما حتى تتمكن من تقديم المساعدة إلى أحد الأطفال المريضين بالأمراض الغريبة والنادرة، ولكن اتضح أنها كانت ترسل لشخص خطأ، حيث أنها قامت باستبدال رقم برقم آخر، وهو ما أدى إلى حدوث هذه المشكلة. وحينما أخبرها الشخص أنه ليس من كانت ترغب في مراسلته، قام بإرسال رسالة لها وطلب منها أن يقدم العون والمساعدة لهذا الطفل المريض، وبالفعل تمكن من عمل صفحة على فيسبوك، وقام العديد من الأشخاص بتقديم المساعدات المادية للطفل ولأسرته. ثامناً، عمل غير منتهي. حينما قررت هذه الرسامة أن تنتقل إلى بيتها الجديد، وجدت مفاجأة غير متوقعة بالمرة. في هذا الصندوق مناديل ورقية مرسوم عليها بالحياكة العديد من الولايات المتحدة الأمريكية ورموز أخرى كالطيور وما شابه. وبعد العديد من الأبحاث اتضح أنه كان هنالك رسامة قديمة هي من كانت تحاول أن تقوم بهذا العمل، ولهذا قررت هذه الرسامة أن تقوم بإنجاز هذا العمل، ونشرت هذا الكلام على فيسبوك، وقرر العديد من الأشخاص في مختلف الولايات بتقديم المساعدة لها.